اليوم رح نشوف كيف نقدر نستخدم صبغة أورو الخالية من الأمونيا والبارافينيلين دايمين المدعمة بالكيراتين وجزيئات الذهب الفعالة وزيت الأرغان. تم تطوير هاي الصبغة لضمان تغطية الشعر الأبيض وترك الشعر متألقاً وناعماً ومشبعاً بالحيوية ومحمي من الجفاف وأشعة الشمس الضارة. أول إشي رح نعمله هو إنه رح نخلط منشط الذهب من أورو مع صبغة أورو المدعمة بالكيراتين والذهب لحتى نبلش نحطهم على شعر الموديل. لتاني خطوة رح نبلش بوضع الصبغة على شعر الموديل لحتى نعطيه تغطية كاملة وعميقة للشعر، نثبت اللون وكمان نترك الشعر ناعم وحريري لأنه بنفس الوقت اللي بيكون الشعر فيه عم ينصبغ بيكون كمان عم ينعمل له تريتمنت عميقة للشعر. رح نترك الصبغة على شعر الموديل لمدة 35 دقيقة وبعدين رح نغسله. وبعد ما ننشف الشعر بالسشوار رح نضيف عليه زيت أورو المدعم بالياقوت وجزيئات الذهب والكيراتين لنحميه من التأكسد وأشعة الشمس الضارة.